السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم سوري سور لو جاتو أو مطبخ نيلة. يسعدني اليوم رجعت لكم بوصفة السمان محمر، وصفة جد شهية، وصفة جد لذيذة، تناسب عرضاتكم أو لزانفيتاسيون تاعكم. نتمنى أنها تعجبكم وتنال رضاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنضموا لعائلة سوري سور لو جاتو أو مطبخ نيلة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لي أنا هنا خديت 10 سمانات، على 10 سمانات حطيت ملعقة قهوة من الكركم، ملعقة قهوة من الثوم بودرة، ملعقة قهوة من الموترد، ملعقة قهوة من الزنجبيل، نصف ملعقة قهوة من الفلفل الأسود، وملعقة قهوة من الملح، ملعقة أكل أو ملعقة عشاء من البقدونس. هنا خلطت كامل التوابل في حطيتهم فوق السمان باش يتشربهم مليح مليح ويعطينا ذوق رائع وبنين. دونك حطيته في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ننصحكم تقوموا بالعملية هذه باش السمان بتاعكم يتشرب التوابل ويجيكم روعة في البنة. من غدوة بطبيعة الحال أخذت طنجرة حطيت فيها القليل من الزيت، وكذلك أخذت 2 حبات من البصل المتوسطين نقليهم بالباهي. هوني كيما تشوفوا السمان متاعي قضى ليله كامله في الثلاجه. فرانشمون ننصحكم بها العمليه هذه، راهي تجيكم روعه روعه. هنا البصل متاعي تقلب الباهي ولا لونه شفاف، دونك راح نضيف عليه السمانات باش نقليهم مع البصل هذيك مليح مليح. طريقة طهو السمان هذه طريقة جد جد سهلة وبسيطة، وكذلك تناسب إذا كانت عندكم عرضة أو معروضين لعرض الناس للعشاء. فخشمة ما تاخذش الكثير من الوقت باش تطيبوها. كما شفتوا هنا ضفت السمانات متاعي على البصل هذاك. فخشمة علاش فضلت نعمل السمان كي عملت العرضة؟ خاطر دائما في عرضاتنا نحطوا يا الدجاج يا اللحم، مي السمان بتتخ طريقة باهية وبسيطة وفرانشمون يجي بنين 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 وروعة. المهم انا لزانفيتي بتاعي كل حبوه وكلاوه، صدقوني ما قعدش منه حتى شيء. هنا بعد ما حطيت السمان بتاعي ضفت عليه الماء اللي قاعد هذاك او التوابل اللي قاعدوا في قاع الصحفة زدتهم عليها بطبيعة الحال. نغطي الطنجرة تاعي وخليهم يتقلاو على راحتهم. هنا بعد ما تقلاو لي وطابوا لي بخيسك نص تياب، اخذت القليل من الزبدة ضفت عليها القليل من الأعشاب المنسمة وندهن كامل السمانات متاعي بالزبدة والأعشاب. صدقوني الأعشاب تزيدها لمسة وتزيدها بنة على بنة، ننصحكم بها. بطبيعة الحال أنا سبق لي وسخنت الفرن متاعي، ننصحكم تسخنوه من قبل باش كي تدخلوا السمانات ياخذوا ويتيبوا ويعطيكم اللون الذهبي وتجيه فيهم القرمشة اللذيذة. وكذلك ننصحكم تطيبوهم هدوة هدوة، ما تقويلهمش في الغاز باش ما يتحرقوش. بالنسبة للصوص اللي طيبنا فيها السمان اللي قعدت لي، انا هنا اخذت القليل من كبدة الدجاج ونظفتها مليح بالماء والقارص والخل دونك، وطيبتها حطيتها تطيب في الصوص نتاع السمان هذيك. والله صدقوني تجي بنينة 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 وروعة. بطبيعة الحال الصوص هذه تنجموا تطيبوا فيها كذلك الأرز، لأن فضلت نطيب فيها كبدة الدجاج على خاطر باش نعمل الرز ونضيف فوقه كبدة الدجاج بالصوص وكذلك السمان يجي روعة في المنظر كما شفتوا. هوني حبايبي طيبت الرز، سبق لي وحضرته معكم في اكثر من وصفه، نحط لكم طريقته في صندوق الوصف من تحت. ثم نضيف عليه الصوص نتاعنا بالكبده كما شفتوا جاي شهي وبنين، وكذلك من بعد نضيف السمان نتاعي نزينه اوتور دو بلا يعطي منظر شباب وكلاس. ثم قليت شويه لوز ابيض قليته في شوية زيت وضفته عليه كذلك من فوق. هذه وصفتي لليوم حبيبي، نتمنى انها تكون نالت رضاكم واعجابكم. ما تنساوش تدعموني وديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه، ندير لكم دي غو بيزو ونقول لكم على بخوشين ان شاء الله.